أعظم عبادة أمرنا الله بها في شهر رجب هو ذكر هنكرره يوميا ألف مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحتي النهاردة ليكم نصيحة للمعتمر والغير معتمر يعني أنت لو طلع عمرة اسمعي الفيديو ده ولو مش طلع عمرة برضو لازم تسمعي الفيديو ده لأن هقولك فيه ذكر عجيب وجميل جدا أمرنا الله به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فخليكي معايا للاخر واسمعي الفيديو وان شاء الله باذن الله هتستفيدي كالعادة شهر رجب ليه مكانة عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما انتم عارفينه ومش الشهر رجب بس الاشهر الحرم عامة عند ربنا ليها مكانة تانية خالص عن بقية الاشهر ولما سئل النبي عن شهر شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان يعني ربنا يعني الرسول عليه السلام نفهم من كلامه ايه ان رجب ان شعبان وقع بين عظيمين بين شهرين عظيمين شهر رمضان وشهر رجب يعني شهر رجب عظيم اهو زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الاشهر الحرم عظيمه عند الله وليها مكانه خاصه زي ما قلت لكم وبنكتر فيها من العبادات بقى صيام وقيام وصلاه نوافل ودعاء وطبعا مش هنغفل عن العباده العظيمه اللي امر بها الله سبحانه وتعالى في هذه الاشهر وفي شهر رجب كمان هي ايه. هي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز فلا تظلموا فيها انفسكم يعني قصده على الاشهر الحرم ما نظلمش نفسنا فيها وشهر رجب شهر الصب اي بتصب فيه الرحمات صبا والمغفره صبا وفيه النفحات وشهر رجب شهر الغرس بنغرس فيه العبادات وايه هي بقى ظلم النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه في هذه الاشهر الحرم ظلم النفس في الاشهر الكريمه دي وفي الاشهر المحرمه بتنقسم لحاجتين ممكن احنا نعملهم وبنكون ظلمنا نفسنا في هذه المرحله ايه هي هو ارتكاب المحرمات دي اول حاجه ارتكاب المحرمات. انك ترتكبي محرم او انك ترتكبي ذنب في هذه الاشهر المحرمه دي طبعا ظلم للنفس كبير لانك انت زي ما الحسنه مضاعفه برده السيئه بتكون مضاعفه والحاجه الثانيه هو التقصير في العبادات ما تقصريش في العباده في الاشهر الكريمه دي شهر رجب بدأنا الأشهر الحرم فما تأثريش العبادة فيه خلينا في شهر رجب يعني ناخد شهر بشهر ما تأثريش فيه العبادة كطري من الطاعات طبعا أصلا إحنا مقصرين يعني أصلا إحنا من, من نوعيتنا مقصرين في العبادات فهتلاقي في الشهر ده اللي بيصوم شيء جميل واللي هتلاقي اللي بيكتر من من النوافل واللي بيكتر من العباده جميل جدا آه لكن احنا بقى اصلا يعني احنا اصلا بطبيعتنا في الشهور دي ان احنا آه ان احنا طبيعه البني ادم اصلا ان احنا مقصرين في. وبنعمل ذنوب كتير طيب ايه الحل في الموضوع ده وفي الشهور دي احنا بنقول ان الشهور دي عظيمة عظيمة عند ربنا وبالتالي السيئات فيها برضو هتكون عظيمة فهنعمل ايه واحنا مقصرين بطبعنا ايه الحل عشان كده هقولك على ذكر هتكرريه ألف مرة في اليوم ويمكن أكتر يعني أنت كرري كتير جدا كرري الذكر ده كتير جدا طول ما أنتي ماشية وطول ما أنت قاعدة لو أنتي بتغسلي المواعين اه ده انا نسيت انا ما قلتلكوش على الذكر الذكر هو الاستغفار استغفري ربنا وانت واقفه في المطبخ وانت بتطبخي وانت وفي والله في حديث هبقى حكايه قصه هحكيها لكم عن الاستغفار ان شاء الله هعمل لها فيديو ثاني قصه جميله جدا عن الطبيخ بالاستغفار يعني طول ما انت واقفه تطبخي وتستغفري اسفه وانت واقفه بتطبخي زي ما قلت لك وانت بتغسلي المواعين استغفري الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستغفر في اليوم سبعين الف مره وهو المعصوم فما بالك بينا احنا بقى. يعني ما بالك احنا احنا نستغفر سبعين الف سبعين الف من السبعين اه طبعا احنا بنقتدي بسنة الرسول في كل حاجة بس في حاجات اه المفروض احنا نضعفها لان احنا ذنوبنا اكتر يعني الرسول بيستغفر سبعين مرة فاحنا مش نستغفر بقى سبعين لا احنا نكتر كتير جدا لان ده المعصوم لكن احنا ذنوبنا اه كتير فلازم نستغفر اكتر بكتير 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 فزي ما قلت لك لو انت ماشيه مثلا من الفندق لحد ما توصلي للحرم الفتره دي كلها وانت راكبه الباص وانت وانت ماشيه استغفري استغفري ربنا كتير اه وانت قاعده بين الصلوات مثلا ومفيش زي صلاه العصر مثلا بعديها المفروض ان انت ما بتصليش مفيش صلاه استغفري في الفتره دي استغفري ربنا كتير جدا. فضل الاستغفار ايه بقى لو نزل العذاب على اهل الارض في الفتره في فتره يعني لو نزل عذاب لو ربنا امر انه ينزل عذاب على اهل الارض مش هينزل على المستغفرين. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يا سلام سبحان الله والله الاستغفار ده يا جماعه احنا ان احنا غافلين عنه مش عارفه ليه الاستغفار ده يجعل من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقك من حيث لا تحتسبي ويهديك لرحمه ربنا يهيئك لرحمه ربنا ومغفرته. وسبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى اللي قال الكلام ده انا ما بجيبش كلام من عندي والله ربنا اللي قال كل فوائد الاستغفار دي وفضل الاستغفار دي ربنا ايلهن في كتابه العزيز اسمعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يعني لو انت عايزه مال استغفري لو انت عايزه اولاد ربنا مثلا ما قرتش ولسه ما خلفتيش استغفري ربنا كتير اه لو انت عايزه رزق واسع استغفري لو انت عايزه السماء تنزل عليكي مضرارا يعني برزق كبير لا حصر له استغفري الاستغفار يا جماعه الاستغفار ربنا امرنا به يعني امرنا به في الكتاب واحنا غافلين عنه وعن فوايده وفضله العظيم هعيد لكم الايه تاني فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يعني يا جماعه مش بس الثواب في الدنيا والفضل في الدنيا لا ده انت في الاخره كمان هتاخدي جنات مش جنه واحده جنات وانهارا انهارا بقى من كل ما تشتهيها فبجد يا جماعه بجد اوصيكم ونفسي بالاستغفار والله العظيم انا بمشي استغفر في الشارع طول ما انا ماشيه في الشارع فانا بحس بفضل الاستغفار ده في حياتي كلها والله وبحس بان ربنا فعلا بيديني من غير حد والله العظيم وبيديني فعلا مضرارا والله فقلت لازم انصحكم بيه لان انا مجرباه ومجربه فضله العظيم في حياتي ويا رب اكون افدتكم